السؤال إلك إنه شو أهمية فكرة إنه تتعلموا المهارات وكمان تنقلوا هاي المهارات لناس غيرك وتنقلوا المعرفة؟ بكم ذا فويس بوفر لكم هاي الفرصة، فليش بتعتبريها فرصة مهمة ومميزة؟ هلا هاي الفرصة أنا بتوقع إنه كل بنت أو فتاة أو حتى امرأة إنه لازم تتلقى هاي التدريبة، لأنه أول شيء هي إنه تنشر الوعي، كمان هي كمان بتقدر إنه توعي غيرها. يعني من خلال هاي التدريبات هي بصير عندها فكرة عن العنف، عن مواضيع كثيرة تتعلق بالأسرة، حتى تنظيم الأسرة، أشياء كثيرة هي بتكون يعني عندها جهل فيها. فهي التدريبات كثير مهمة، كمان إنه إحنا ننشرها في وسطنا، في محيطنا، في الجامعات، في الأماكن التجمعات، في كل أعدادنا، لازم إن إحنا نوعي غيرنا. يعني حتى أيام بكونش نطلع على تصير قدامنا مواقف، إحنا لازم كيف نعرف كيف نتصرف فيها، في حالات العنف والطلاق والزواج، في هاي الأشياء. Khadija is talking about that become the voice offering this opportunity with two most important points. That it is improving our skills and expanding our knowledge, and also it is not just affecting us, it is affecting our families, our children, and so on. So it is very important for everyone to take like this opportunities, because we have a high percentage of violence, and it is our responsibility to face this problem. Thank you very much. Thank you both.